عند ال 12 اهي هحط واحد، وعند ال 14 اهي هحط واحد. دي الارقام بتاعتي كلها. تعال نشوف بقى هو عايز ايه واشتغل ازاي. احنا اتفقنا ان اللي بيبقى فيه اند بيبقى بالصفار، يعني الاند دي والاند دي زي نمره ايه ونمره بي. انا هجيبهم ازاي؟ قالك الاند دي والاند دي او نمره ايه ونمره بي دول انا هجيبهم من الاصفار على الكمال. انا هجيبهم من الاصفار على الكمال. الاصفار اللي على الكمال تديني اف كومبلمنت سم اوف برودكت. كل اللي هعمله مش هغير اي حاجه، كل اللي هعمله هروح واخده الاف كومبلمنت دي، حط الكومبلمنت على المعادله وارسم بالرسمه اللي هو طالبها مني. تمام. طيب انما لما يجي يقول لي عايز الاور ناند او نور اور، في حاله الاثنين دول، في حاله دي او في حاله دي، فانا محتاجه الاور الغالب فيها الواحد، فانا محتاجه ان انا ابسط الوحايد على الكيماب، وعشان اطلع الاف بشكل ده صح كده، وبدي مورجان هجيب الكومبلمنت بتاعها، ادي الاف كومبلمنت، الاف كومبلمنت بتاعها هيديني برودكت اوف سام. كل اللي هعمله ان هاخد الكومبلمنت على المعادله واشتغل عليها. تعالوا معايا نطلع ده ونطلع ده. تعالوا الاول نبسط الوحيد، نبسط الوحيد عشان نجيب الركن ده، فخلينا نبص في الركن ده ونبص الاصفار في الركن ده عشان ايه احنا شغالين ايه على ده او على ده. انا بص الوحيد هنا، نبسط الوحيد. تعال معايا نشوف، انا عندي بسم الله عندي دول كده ممكن اخدهم مع بعض، ماشي دول ممكن اخدهم مع بعض، ثم محتاجه ان ده ابسطه في حاجه، فانا هاخد دول كده مع بعض وهاخد دول مع بعض. لازم اتاكد ان كل الجروبز اللي انا عاملاها هي اسينشال اساسيه، فانا لازم اخد الجروب ده عشان رقم 0 ورقم 4، لازم اخد الجروب ده عشان رقم 9 ورقم 11، لازم اخد الجروب اللي هو الاركان ده عشان رقم 14 بس. ماشي، يبقى كده انا حليت المساله دي. تبسيط الوحيد يديني اف. اف بتساوي ايه؟ اف بتساوي ده كله سي برايم دي. ده كله سي برايم دي برايم اور، ده كله الصف كله اي بي برايم اور. الاركان دي واقفه عند الصفين دول، تبسيطهم ايه مع بعض؟ الصفين دول كده تبسيطهم المشترك بينهم اللي هو ايه، واقفه عند ده العمود ده والعمود ده. انا بتكلم على الارقام اللي هي 12 و8 و14 و10، ده مع ده دي برايم. يبقى انا واقفه عند ايه دي برايم. يبقى تاني كده 12 8 14 10 الاركان دي بتبسط ازاي؟ بشوف الصف واخد منهم ايه، العمود واخد منهم ايه، باخد الصفين دول تبسطهم ايه، واخد العمودين دول تبسطهم دي برايم، يبقى ايه دي برايم. كده انا عملت الاف جبتها في السم اوف برودكت تبسيط الوحيد. طيب انا عايز اجيب ايه؟ اجيب الدي مورجان الاف كومبلمنت. يبقى انا هشتغل دي مورجان عشان اجيب الكومبلمنت بتاع الاف. هجيب الاف كومبلمنت بتساوي، بتساوي ايه الاف كومبلمنت؟ قال لك بتساوي سي اور دي في اي برايم اور بي في A برايم أور دي. تمام. وبعدين هاخد الاف لوحدها في 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 سايد، ثم احط بقى كل ده داخل كوس كومبلمنتد مع بعض. بالظبط كده، وده بقى اللي هيترسم بالرسمه اللي انا عايزاها. خليه على جنب دلوقتي لما نشوف نكمل الناحيه الثانيه وبعدين نبص عليه. انا عندي بسم الله عندي الاند واللي هو الناند اند والاند نور، قلنا هنجيبها من الاصفار اللي على الكيماب. طب تعالى نحط الاماكن الفاضيه اصفار ونشتغل عليه. كل ده اصفار لكن فاضيه دي عايزين نبسطها، فاحنا هناخد دول مع بعض
هناخد دول مع بعض، هناخد دول مع بعض ونتأكد ان كل واحدة محتاجينها. انا محتاجة الجروب ده عشان رقم 13 و15، محتاجة الجروب ده عشان رقم 1 بس، ومحتاجة الجروب ده عشان رقم 2 ورقم 6. تمام، خلي بالك احنا ما ينفعش ناخد 6 مع بعض، احنا بناخد ايه بالويت 2 4 8 16 لو عندي كلهم وحيد. تمام، فانا ما ينفعش 16 ما ينفعش 8، خدت 4 اربعات اهو عشان ايه ما ينفعش، ما ينفعش 2 لو انا ينفع في 4 ما ينفعش في 2. ده كده الحل بتاع الايه السمبليفيكيشن، هيطلع لي توسيط الاصفار هيطلع لي اف كومبلمنت، هيساوي ايه الاف كومبلمنت؟ لو خدت الجروب اللي فوق ده، ده هيديني ايه من هنا ومن هنا تبسيطهم ايه برايم، ومن هنا ومن هنا تبسيطهم دي، يبقى ايه برايم دي اور الجروب ده تبسيطه من هنا ومن هنا بي، من هنا ومن هنا دي، يبقى بي دي اور الجروب ده تبسيطهم من هنا ومن هنا ايه برايم، من هنا ومن هنا سي، يبقى ايه برايم سي. طيب محتاجه ايه تاني؟ خلاص انا مش محتاجه اجيب دي مورجان ولا حاجه زي هنا، ده اشتغلنا شويه فيه، لا هنا مش محتاجه اعمل اي حاجه خالص غير اني اخد ده احط عليه كومبلمنت، يبقى انا عندي الاف بس كده بتساوي كومبلمنت للايه للمعادله بتاعتي واشتغل عليها اوتوماتيك على طول. طيب هو عايز ارسم بايه؟ قال لك في نمره ايه عايزك ترسم بناند اند، ناند اند، ناند اند، هرسم مين؟ هرسم ده بناند اند. هل هي مش ظبطة ترسم على طول بناند اند؟ ناند اند، لا هي مش ظبطة ترسم بناند اند، هي ترسم باند اور انفرتر او اند نور، انما ناند اند لا، هي دي مش ناند اند. طب انا عايزاها ناند اند، فكها فكة واحدة. يعني ايه؟ يعني ياخد الرسمة دي، قصدي ياخد المعادلة دي هي، خلينا نعملها تحت، ايه رايكم عشان ما يبقاش الدنيا معكوكه؟ انا عايز ارسم بناند اند، انا هاخد المعادله الاصليه اللي معايا هفكها فكه واحده بس. يعني اعملها ازاي؟ هفكها فكه واحده ازاي؟ هروح قايله انا عندي كده A برايم D كله كومبلمنت اند B دي كله كومبلمنت، فكيت الكومبلمنت ده على القوس بس A برايم C كله كومبلمنت كده بقت ناند اند. اه بقت ناند اند، اعرف ارسم على طول ناند اند. اه هرسمها ازاي ناند اند؟ قال لك هتروح جاي كده ترسم دي بناند، فانت هتبقى عندك ناند، مش محتاج بقى تظبط وهترسم باند واور وبعدين تعكس، لا خالص هنا على طول متظبطه، هي اصلا ناند اصلا، هتروح رسم 3 ناند كل ترم بناند. وتروح رابط في الاخر بأند بس، مش محتاج تظبط وهتحول من الاند الناند زي اللي احنا كنا بناخده من شويه، لا خالص هو متظبط والمعادله متظبطه على طول، اول ما تطلع لك المعادله ارسمها من غير اي حاجه تانية. طيب تعال نشوف اللي بعدها، اللي بعدها كان ايه؟ قال لك اللي بعدها كان عايز يرسم باند نور. طيب خلينا نقول هنا لو احنا هنرسم باند نور، اند نور ترسم مين؟ الرسمه اللي قدامك دي على طول، يعني اند نور ادي اند وادي اند، قصدي ناند نور، ناند نور ايه؟ استنى عشان ما لخبطش، اند نور، اند نور انا كتبتها غلط، اند نور الثانيه النمره بي، نمره بي كانت اند نور، اند واند واند ومربوطه بنور، فدي تترسم باند نور على طول. تعال نرسمها هنا على طول، ترسم ازاي باند نور؟ ادي تبقى 3 اند، ادي اند وادي اند وادي اند لكل ترم، ونور في الاخر تربط بينهم الثلاثة. تمام، يبقى كده خلصنا الرسمه، مش محتاجين فيها اي ابتكارات، هي بس المعادله جيبها على ما يناسب للرسمه اللي انت هترسمها والدنيا مظبوطه معاك خالص، ما فيهاش اي مشكله. خلاص احنا كده رسمنا نمره A ورسمنا نمره B، تعال نشوف نمره C كان بيقول لي ايه فيها. كان بيقول لي عايز يرسم بأورناند، طب أورناند قلنا الأورناند بنجيبها